تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. ومشهد اليوم ينفتح على الجارة الجنوبية السودان التي وصلها منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة هي استمرار لسلسلة الزيارات التي تم تبادلها منذ بداية هذا العام بين رئيسي البلدين ووزراء الخارجية ووزراء المخابرات للتباحث حول العلاقات الثنائية وأهم الملفات التي ما زال التنسيق جار فيها بين البلدين، وأهمها بالطبع سد النهضة الإثيوبي والذي شهدت قضيته انفراجة، خاصة بعد زيارة الرئيس الإثيوبي أبي أحمد إلى القاهرة في هذا العام. أيضا هذه التحركات من المؤكد أنها ستحلحل العديد من الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين، والتي يؤمل أن تعود بشكل كامل إلى طبيعتها، خاصة بعد التهدئة التي شهدتها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الجوار بين الدول المشاطئة لنهر النيل، وأولها إثيوبيا التي بادرت أيضا بمبادرة صلح وصداقة مع الجارة إريتريا التي شهدت العلاقات بين البلدين قبل ذلك نوع من التوتر، ولكن فيما يبدو أنه في طريقه إلى الحلحلة. نأمل أن تكون هذه الزيارات بارقة أمل وخير لحلحلة كل القضايا العالقة بين بلاد النيل. بالطبع ستتمحور هذه الحلقة حول أهم الملفات التي يمكن تدارسها بين الزعيمين من خلال هذه الزيارة، وأهم القضايا العالقة التي يمكن أن تحل من خلال هذه الزيارات المتبادلة. ويشرفنا أن تكون معنا في هذه الحلقة ضيفتنا السيدة سوسن أبو الحسن، الكاتبة المتخصصة سوسن أبو حسين عفوا الكاتبة المتخصصة في الشؤون العربية، وأيضا رئيس تحرير مجلة أكتوبر. مرحبا بك، وكيف تنظرين إلى هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات المتبادلة منذ بداية هذا العام؟ هي في الحقيقة جاءت في توقيت مهم جدا، خاصة بعد زيارة كما ذكرت حضرتك رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمصر، بعد المصالحة أيضا مع أريتريا، بعد جهود بتبذلها السودان ومن قبل مصر بتساعدها فيها، اللي هو بين طرفي النزاع في دولة الجنوب وتوصلوا الاتفاق اللي هو تقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية. فهنا بنشوف الملفات بتمشي بشكل سلس جدا، شايفة أن المقابلات اللي بتتم واللقاءات على مستوى القمة وعلى مستوى القادة بتعطي المجال لعدم دخول يعني دخلاء عدم وجود دخلاء على الخارجية. أطراف خارجية وأجندات يعني تستهدف العلاقة، لأن دي منطقة حساسة جدا زي ما ذكرت، فيها المياه، فيها الثروات، فيها الجغرافيا، فيها يعني أشياء كثيرة جدا، وفي نفس الوقت العالم كله بنشهد فيه توزيع مناطق نفوذ جغرافية. فهنا هذه اللقاءات مع السودان، مع إثيوبيا، مع أريتريا، مع مصر بالتشاور مع الرئيس السيسي مهمة جدا في التوقيت الحالي، بتسد كتير من الفجوات اللي ممكن يتدخل منها الآخر من خلال ما يحدث في العالم من ما يسمى إعادة النفوذ الجغرافيا السياسية في على مستوى يعني إدارة الدول اللي هي بتتدخل في شؤون الآخرين. بالطبع أنا شايفة أن الزيارة مهمة جدا، هيبقى في على الصعيد الثنائي في علاقات ثنائية، المجال مليء بمجالات التعاون المهمة، في تعاون اقتصادي أنا بتصور أنه الفترة المقبلة تشهد تعاون كبير جدا في مجال مصر في الكهرباء، مصر تمد السودان بالكهرباء، في مجال يعني استيراد بعض يعني زيادة حركة الاستيراد والتصدير ما بين البلدين، في المجالات الحيوية اللي بيحتاجها شعب البلدين دي مهمة جدا، في مجال حرية الحركة والتنقل،
لا ننسى انه في قبل كده كان موجود الاتفاقيات العشر لحريه الحركه والتنقل بين البلدين. لدينا في مصر اكبر جاليه عربيه، السودان حوالي 4 مليون سوداني يتمتعون بكل المزايا اللي بيتمتع بها الشعب المصري، وبالتالي فالمجال والفضاء مفتوح لاقصى حد من التعاون مع شقيق السودان في كل المجالات. طيب، اذا قلنا ان العلاقات التاريخيه بين البلدين مرت بالعديد من المراحل، كانت اهم هذه المراحل اللي هو بدايه فتح السودان من قبل محمد علي عام 1820، ثم بعد ذلك مرورا بالاحتلال الانجليزي وما تخلل هذه الفتره من نوع من التوتر بين البلدين في العلاقات الثنائيه الى استقلال السودان باراده مصريه عام 56. بوجهة نظرك، أهم الأخطاء التي وقعت فيها إدارة البلدين فيما يتعلق بطبيعة الجوار التي كان يمكن الاستفادة منها كما تقول إلى أقصى مدى، خاصة في الإطار الاقتصادي؟ هي ليست أخطاء بقدر ما هي التاريخية، نتحدث عن الأخطاء التاريخية. حتى لو كانت هناك أخطاء تاريخية، هي كانت هناك رغبة من السودان بالانفصال، وكان يشعرون بأن هناك مصر بتعامل الشعب السوداني على أنه مواطن من الدرجة الثانية وما إلى ذلك. في أخطاء كثيرة ارتكبت، وقد احترمت مصر هذه الرغبة وهذه الإرادة، وتم إعطائهم استقلالهم. ولكن يبقى ان احنا كان من المفترض ان نحافظ على الجغرافيا السياسيه بين البلدين، من حيث يعني عدم اعطاء الفرصه لتدخل الاخر او لوجود مصالح متشابكه مع السودان ودول اخرى على حساب العلاقه مع مصر. وهناك تلاعب خارجي كثير في هذه المنطقه بالذات تحديدا. يعني يروا ان مياه النيل كثيره على مصر، يروا ان وحده مصر والسودان او تقاربهم يضر بمصالحهم، ومن ثم لم يسمح أحد بالتقارب المصري السوداني كما نريد. وحتى هذه اللحظة يعني لا توجد أخطاء بقدر ما هي ليست شماعة على الآخر، ولكن هناك اختراقات كثيرة لهذا الفضاء المصري السوداني، لأنهم شايفين أنه إضعاف مصر مهم وإضعاف السودان مهم، والتعامل مع كل دولة على حدة هو يحقق يعني أجنداتهم ومصالحهم الخاصة. وبالتالي وعت القيادة السياسية في البلدين في هذه المرحلة بقى تحديدا. تدارك الرئيس عبد الفتاح السيسي خطورة هذا الأمر، وهو يعني له رؤية بعيدة المدى ومطلع في تقديري على خبايا الأمور. وكذلك نصح الإخوة السودانيين بأن يتم تفادي وتجنب كل التدخلات الخارجية، ومن ثم هذه اللقاءات الحالية. يعني هناك ما يسمى بالتنسيق الرباعي، لقاء بيتم بشكل دوري ما بين وقت وآخر ما بين وزيري الخارجية والمخابرات. ليس ولكن هذا تحديدا فيما يتعلق بملفات سنتطرق إليها مثل سد النهضة. نحن نتحدث الآن عن العلاقة التي يعني أول حاجة في الخطأ أن احنا لا نستمع إلى الآخر، نستمع إلى ما يفيد مصالحنا. أن نبتعد عن كل ما يفرقنا. يعني مثلا ما يجيش مثلا يقول لك السودانيين ملفات خاصة بالموضوع المعارضة، فكل واحد يقول لك ده مصر بتقوى مجموعة من المعارضة لتخريب مش عارف، يعني كلام فاضي كله. طبعا ده نفس الشيء بالنسبة لمصر، ده في بعض الإخوان في السودان. يعني هذه الأشياء ممكن من خلال الحوار ومن خلال القنوات الدبلوماسية النشطة وعلى مدار كل ما اقتضى الأمر في تقديره ممكن نتلافى الكثير من المشاكل والأخطاء، وهم ولكن بالاستفادة من تجارب الآخرين. إذا نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي، وقد بدأ بدول مختلفة عرقيا وأيديولوجيا وجغرافيا وكل عوامل ولغويا ودينيا، كل عوامل الخلاف متجذرة بين هذه الدول، بالإضافة إلى حربين عالميتين قضت على الأخضر واليابس، التقارب أكبر بينهم. وبالرغم من ذلك، إذا قلنا أننا نريد الاستفادة من تجارب الآخرين، بدأ هذا التجمع بسوق أوروبية مشتركة، منطلق مصالح بحتة
بين هذه الدول قاد إلى هذه الوحدة السياسية وهذه الوحدة الاقتصادية. الآن السودان كان يصنفها البعض وما زال يصنفها سلة غذاء العالم. النيل يرتع فيها الأزرق والأبيض في كل أرجائها. أرض خصبة جدا. يمكن أن تكون تصنف أنها يمكن أن تكون سلة غذاء سواء إنتاج حيواني أو إنتاج زراعي لأوروبا كلها. حتى لا نفقد هذه اللحظة، وقد كانت هناك مشروعات للتكامل بين البلدين في عهد رؤساء سابقين، ولكن فيما يبدو كما قلت أنت قضت عليها الخلافات السياسية. متى نخرج عن هذا الإطار؟ تغليب العوامل السياسية على المصالح الاقتصادية. هو للأسف إحنا نستطيع أن نصل فعلا مع السودان لأن نصل على الأقل لأن تكون السودان سلة الغذاء العالم العربي. بدل ما إحنا نستورد العالم العربي يستورد أشياء من الخارج، فلتكن وحتى السودان لو استوردنا فهي قريبة يعني حتى تكاليف النقطة تكون أقل. لكن ده مشروع كبير جدا، حتى تقدم به الرئيس السوداني إلى أكثر من قمة عربية أن مشروع استصلاح أراضي زراعية في السودان. لكن كما ذكرت لحضرتك يعني الآخر أوروبا توحدت لأنه لا توجد قوة فوقها يعني تقوم بالتخريب ما تسعى إليه. لكن إحنا كعالم عربي أذكر حضرتك أن الحرب العالمية حتى الثانية قد قضت على ما تبقى من أواصر علاقات صحيح يمكن أن صحيح تقوم بين هذه الدول. لكن الغرب لديه مصالحه بتحميه دون أن يكون طرف ثالث. يعني مش ممكن العرب يروحوا يخربوا في أوروبا، لكن أوروبا ممكن يبقى لها مصالح في أثناء تنفيذها بتجور على التعاون العربي العربي. وده موجود في كل الملفات، ولكن إذا السياسية وجدت والأمنية والاقتصادية. لكن إذا وجدت إذا لم تجد إذا وجدت إرادة صلبة لمشروعات اقتصادية تكون أكيد خطوط عريضة في العلاقات بين بلاد متجاورة، ماذا تستطيع أن تصنع؟ يعني عايز أقول لك على حاجة، على سبيل المثال مشكلة دارفور، عندك الثلاث ولايات في دارفور من أفضل الأراضي الخصبة للزراعة. أنا زرت الأقاليم دي أكتر من مرة، يعني حتى الثروة الحيوانية فيها موجودة، الاستعداد للزراعة موجود، لكن بتنقصنا مش الإرادة، القدرة على التنفيذ. كل دولة خاصة بعد الثورات اللي حصلت دي فيها مشاكلها ومنكفئة، يعني مش هتلاحق تعمل مشاريع مشتركة، عندها مشاكلها الداخلية منشغلة بيها. ومن ثم أنا بقترح في هذا المجال أن نشكل، يعني عندنا رباعي وعندنا تساعي عشان موضوع إثيوبيا وسد النهضة، أن يكون هناك لجان اقتصادية تعمل على مدار يعني الوقت كله متفرغة في إمكانية توظيف ما لدى السودان في المجال الزراعي وما لدى مصر في هذا المجال من خبرات ومن دعم. يعني حتى في حاجة اسمها صندوق مشترك للتنمية في من إحدى القمم اللي انعقدت أكتر من مرة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس البشير وإثيوبيا كمان، صندوق للتنمية مشترك. هذا الصندوق لابد طبعا محتاج أموال لدعم هذه المشاريع التي ستقوم بين الدول، محتاج رأس مال، محتاج عمالة، محتاج تسهيلات، محتاج أن احنا نشيل دايما الهاجس الأمني من البعد في التعاون الاقتصادي. يعني حرية الحركة أنت تخشى أن تقوم بتسهيلات في الخروج والدخول فيتسلل إلينا بعض العناصر التي الإرهابية على سبيل المثال. ومسمى يعني العالم في الفترة الحالية لابد أن احنا ننفض الغبار يعني الخاص بهذه المشاكل وهي موجودة أو نعيها تماما، ويكون لدينا عمل أمني إلى جانب يحمينا في نفس الوقت عمل اقتصادي نسير فيه دون أن يعوقنا أحد. الاقتصادي في النهاية هو الذي سيحمي الأمن لأن التنمية بالفعل في هذه المناطق النائية من المؤكد أنها ستولد عمق سكاني. خلقت مشكلة دارفور. إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطالب بأنه القوات بتاعت الأمم المتحدة في حوالي 10,000 عنصر أمن جم حتى الآن مش عايزين يغادروا، وتكاليفهم باهظة على الدولة السودانية. طب انت حاطط دولة كلهم بيستنزفوا الدولة السودانية ودول لهم مصالح ومعظمهم جواسيس من دول أجنبية، يعني عايز أقولك بيكتبوا تقارير الخير اللي في بالتالي احنا لازم نخلي بالنا من عنصر الوقت.
لانه طول ما المشاكل طولت بدون حل وتراكمت هيبقى التعامل معها بصعوبه والنتائج الايجابيه بتاعتها اقل من الطموح اللي بنسعى اليه. وانا بتصور انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل في ذهنه وفي تفكيره والمؤشرات واضحه من خلال تحركه وتعامله مع السودان يهدف بالفعل الى عمل شيء حقيقي مع السودان، تعاون اقتصادي، تكامل اقتصادي، انشاء مناطق يعني اقتصاديه مشتركه او مناطق حرة بين البلدين على الحدود، الاستفاده من المنافذ البريه وفي البحريه وفي كل مكان. يعني تقدر تقول ان لدى مصر والسودان ثروه لا يستهان بها، لكن توظيفها، ادارتها، الظروف المحيطه بها، ده اللي احنا بنحاول نخرج من عباءة هذا الخوف اللي بيحط بينا على خلفية ما حدث في العواصم العربية من 2011 للآن. طيب يعني من المؤكد أن ملف سد النهضة سيكون أحد الملفات الرئيسية التي ستناقش خلال هذه الزيارة الرئيس السيسي. طبعا سنعود إليه، ولكن اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا أن نتابع معا هذه المعلومات السردية حول هذه الزيارة وحول العلاقات المصرية السودانية. نعود بعدها مع ضيفتنا لاستكمال الحوار والمناقشة، فكونوا معنا. مشاهدينا، وقبل أن نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو، قد انضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور رمضان قراني، خبير الشؤون الإفريقية. مرحبا بك. وإذا قلنا أن ملف سد النهضة هو أهم الملفات التي متوقع أن تفتح من خلال هذه الزيارة، بوجهة نظرك هل هناك بوادر لحلحلة هذه الأزمة بين الدول الثلاث؟ تفضل. تحياتي لحضرتك وضيفتك أهلا. الكريمة. أنا أعتقد أن هو أحد أبرز الملفات، يعني أنا لا دائما أميل أن سد النهضة ليس هو الملف الوحيد الذي تتحرك فيه السياسة الخارجية المصرية في قارة أفريقيا. حتى مع الطرف الأثيوبي، مع احترافنا بأهمية المياه ودورها وحيويتها في الحضارة المصرية، لكن يظل في النهاية هو أحد أبرز الملف. بالعودة إلى زيارة السيد الرئيس اليوم إلى دولة السودان الشقيقة، أنا أتصور أن هناك جملة ملفات ربما من بينها ملف سد النهضة وملف المياه يرتبط ارتباطا وثيقا بملف سد النهضة. بالأساس هو قضية صندوق البنية التحتية المشترك بين مصر والسودان وأثيوبيا، باعتبار تطوير البنية التحتية في الدول الثلاث أنا بتصوري هو قاطرة التنمية الحقيقية لمصر والسودان وأثيوبيا، وربما بشكل آخر هو مرحلة أولية من مراحل بناء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، انطلاقا من الدور الذي تلعبه مصر والسودان واثيوبيا. هذا من جانب. طيب من جانب هذا الصندوق، يعني نريد التوسع اكثر يعني حول تفاصيل هذا الصندوق، بتمويل من الدول الثلاث؟ حتى اللحظه المعلن ان هذا الصندوق سيقوم بتمويل مصري سوداني اثيوبي، ولم يعلن بشكل واضح عن وجود اطراف خارجيه، لان الغرض الاساسي من مثل هذا الصندوق هو دعم مشروعات البنيه التحتيه في الدول الثلاث. يعني اسمح لي حضرتك، جزء كبير من الاشكاليات العالقه في العلاقات المصريه السودانيه الاثيوبيه
هو ما يتعلق برؤية كل طرف لقضية التنمية، والطرف الأثيوبي على وجه التحديد لديه قضية رئيسية تتعلق بقضية المياه في العاصمة الأثيوبية، قضية الطاقة بشكل كبير حيث يعاني من الطاقة في العديد من بعض المدن الأثيوبية. ومن ثم أنا أتصور أن الطرح المصري الذي طرح منذ فترات ليست بقليلة فكرة تقديم الدعم التنموي لقضايا البنية التحتية، هذا يخدم الجانب الأثيوبي بشكل كبير. من جانب آخر أيضا الطرف السوداني لديه إشكالية حقيقية في قضية الطاقة، وربما قضية الربط الكهربائي بين مصر والسودان أحد الملفات الرئيسية أيضا على جدول زيارة الرئيس إلى السودان، خاصة بعدما أعلن الطرف المصري منذ ساعات عن التوصل لاتفاق مع شركة عالمية لتقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان. طب هل هذا سيكون بديلا للربط او لما وعدت به السودان من ربط كهربائي بينها وبين اثيوبيا؟ هذا مسار مختلف، اسمح لي، هذا مسار مختلف. مسار السوداني الاثيوبي هو مسار مستقل يتعلق بالفوائد التي ستعود على دولة السودان من سد النهضة، بينما الربط الكهربائي المصر والسودان يرتبط بشكل كبير في العلاقات بين مصر والسودان بشكل محدد، وما يتعلق بقضية الربط الكهربائي باعتبار ان مصر أصبحت مؤهلة في السنوات الأخيرة لتصدير الطاقة الكهربائية ليس إلى السودان ولا فقط وإنما منطقة شرق أفريقيا، منطقة القرن الأفريقي، وربما ستكون طيب أكثر. إذا قلنا يعني إذا قلنا إن هذا الربط سيحل مشكلة السودان فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والطاقة بشكل نعم. عام، فهي يعني تعتبر يعني استباقة مصرية نعم. لما يمكن أن يجر السودان إلى الاعتماد عليه من طاقة واردة إليها من دولة أخرى حتى ولو كانت إثيوبيا. بالضبط، يعني أنا أعتقد أنه أحد الحلول نعم. المصرية التي تقدم بشكل واضح للطرف الأثيوبي أيضا والطرف السوداني، يعني ولكن يجب أن نكون منصفين أن حتى الحلول المصرية هي في طبيعة الحال لن تغني أو نقول أنها ستوقف مشروع سد النهضة، ولكن ستجعل هناك بدائل أو حلول فنية لبعض الإشكاليات التي تواجه إتمام المشروع. أنا أتصور أن هذا هو الطرح المصري، يقدم حلول فنية حلول عملية على أرض الواقع لإشكاليات تتعلق بسعة السد، سنوات التخزين. يعني أنت تقدم للطرف الأثيوبي مقترح مثلا بزيادة سنوات التخزين إلى قرابة 7 سنوات، هناك مفاوضات ربما الأمور قد تصل إلى 5 سنوات على حسب التسريبات التي خرجت من السفن، لكن أنت في ذات الوقت تقدم نوع من الحلول العملية والحلول التنموية للطرفين الأثيوبي والسوداني، وبالتالي أنا أتصور أن أنت تدفع بالمفاوضات وتحل إشكاليات كثيرة من الإشكاليات الفنية. ربما أيضا الحديث عن وجود المفاوضات الثلاثية الطابع التي يدخل فيها الخارجية مع وزارة الموارد المائية مع رؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، أيضا أنت تدفع بحلول سياسية للإشكاليات والعقبات. كانت زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي مؤخرا للقاهرة، أنا أتصور أنها كشفت بشكل كبير عن عقلية جديدة للعقلية الأثيوبية، عن رؤية جديدة من الطرف الأثيوبي. أيضا من قبله اجتماع السداسي التساعي عفوا في أديس أبابا والخرطوم ساهم بشكل كبير في حلحلة العديد من العقبات. ربما أبرز ما تم التوصل إليه ويمكن البناء عليه في المرحلة الراهنة هو أنه سمح بدخول خبراء فنيين من الدول الثلاث في ملف المفاوضات، وبالتالي أنت حينما تترك العهدة إلى خبراء فنيين أنا أتصور أنك تدفع بشكل كبير المفاوضات إلى أفق علمية وأفق تقنية بشكل جديد، يدعم من ذلك فكرة الإرادة السياسية التي أصبحت متواجدة بين الطرف المصري والسوداني والطرف المصري والأثيوبي. الدكتور رمضان قراني الخبير في الشؤون الإفريقية كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. هل لك من تعليق خاص؟ طبعا، هو موضوع الاجتماع المقبل لجنة تساعية وزراء الخارجية والري والاستخبارات للدول الثلاث، هو من المفترض أن يتحدد خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في للخرطوم، وكان وعندما زار رئيس الوزراء الإريتري الأثيوبي مصر تم الاتفاق على أن يتم التشاور مع السودان وتحديد الاجتماع المقبل للتساعي
للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية الخاصة بالمسائل ساعة السد وتخزين السد، وأنا أتصور أنه ممكن يصلوا إلى حل وسط من بينه أنه ممكن ملء السد وساعة تخزين السد ممكن نجد لها حلول مقابل يعني مصر. هل يمكن التحدث يعني بتفاصيل أكثر حول مشاكل السد تحديدا؟ المشكلتان الرئيسيتان تتمحوران حول الساعة والتخزين، الساعة وهي 74 مليار ومدة التخزين وفترة التخزين الأولى التي بالزبط. سيتم فيها ملء ما وراء هي السد. يعني إثيوبيا عايزة 74 ملء الساعة، وفي نفس الوقت في 10 سنوات في ثلاث سنوات. مصر اقترحت 5 سنوات كما تفضل المشترك. ثلاث سنوات ستؤثر على حصة مصر بشكل كبير بنسبة أكثر من النصف على حصة الواردة إلى مصر من الجانب الأثيوبي من حصة مصر من النيل الأزرق اللي هي 85% حصة مصر والسعة يعني هو يتحدث ضيفنا دكتور رمضان أعتقد 14 ممكن تبقى بدل 74 مليار ممكن تكون في البداية 14 مليار متر. وطبعا الفترة اللي فاتت كلها اللي فاتت دي كان تبحث اللجنة الفنية هذا الموضوع يعني كيف نحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث بحيث لا ضرر ولا ضرار. سيتم وضع تقرير ما انتهت إليه هذه اللجنة الفنية إلى الاجتماع التساعي المقبل، أتصور أنه يعقد في مصر، ممكن خلال الأسابيع المقبلة يتحدد في خلال زيارة الرئيس السيسي للخرطوم، ومن ثم نحن أمام يعني رؤية واضحة لموضوع أكثر وضوحا لموضوع سد النهضة. طبعا كما تفضل زميلنا يعني الدكتور رمضان منذ قليل هو قال التعاون الفني والتعاون الاقتصادي وإنشاء صندوق التنمية دي مهمة جدا على فكرة، دي نقطة انطلاقة في غاية الأهمية تدعم مصالح الدول الثلاث بحيث لا تخلق أي تعطي فرصة للاختلاف أو المشاكل في الفترة القادمة، إضافة إلى التفاهم السياسي أيضا. أحيانا كان الخلاف السياسي بيؤثر على الجانب الاقتصادي وتنمية والعكس صحيح، ومن ثم في نوع من التفاهم حول كل هذه الملفات بحيث يبقى في تفاهم سياسي في تفاهم اقتصادي في الدول الثلاث بيحرصوا على انهم المصلحة التي تتحقق للجميع مشتركة في كل المجالات، لا يوجد طرف متضرر من حاجة شيء على حساب الآخر، ولكن في تقديري أن يكون الحذر مطلوب لأنه لن يترك الخارج مصر والسودان وأثيوبيا يصلون إلى بر الأمان، سيكون هناك منغصات ويعني أشياء بوجهة نظرك خارجية. أهم هذه المنغصات ومصدر هذه المنغصات يعني أنت عندك دول أنت عندك دول مختلفة معك سياسيا ويعني ودائما الرئيس بيسميهم أهل الشر. أنا مش هقول إخوان ولا كذا، لا أهل الشر كتير أكتر من الإخوان كمان، هم لا يريدون لهذه البلد أن تقف على قدمها، ولكن هذه جماعة ضعيفة وقد يعني لا يعني في هناك دول يعني دول ودول كمان إقليمية ودول عربية تقف لمصر وفي موضوع ملف سد النهضة بشكل كبير جدا، وفي السودان يعني هي يعني لعبت فترة على وتر انه تخريب العلاقة بين مصر والسودان حتى تتوقف كل المشاريع حتى تغلق كل القنوات حتى نصل الاشتباك، ده كلها اشياء الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عالجها خلال الفترة اللي مضت، ومن ثم يعني انا شايفة كل ما توصلنا الى تقارب وتفاهم ونقاط اتفاق كلما زادت حدة التعامل الخارجي يعني والتأثير على إثيوبيا والتأثير على السودان لتأجيل هذا التفاهم. هو خلاص يعني أنا متأكدة أن مصر ودبلوماسيتها بمحاورها الكاملة ستقضي على نقطة الضعف هذه ولن تتكرر مرة أخرى، ولن ينال أحد من مصر في موضوع سد النهضة وخلافته وغيره. غير كده في نقطة تانية تتعلق بأن المياه ليست ملكا أو حكرا للسودان والإثيوبيا والدول المصابة،
هذه حقوق دولية وهذه هبة من عند ربنا سبحانه عند وتعالى. هذه النقطة تحديدا طبعاً. ماذا يقول القانون الدولي؟ هل يسمح القانون الدولي لإحدى الدول التي ينبع منها أحد الأنهار واعتيد تاريخيا أن يغذي هذا النهر يعني عديد من الدول، هل يتيح لها القانون الدولي أن تتحكم في مقدرات سير هذا النهر؟ لا، القانون الدولي في دول المصب وفي دول الممر، القانون الدولي واضح، هناك حصة لكل دولة لابد من الالتزام بها. أما وأن بنت السودان سدود وبنت أثيوبيا سدود وزاد تعداد السكان مصر اللي يصل إلى فوق يربو فوق 100 مليون مصري، من حق الدول أن تناقش أو تتفاهم مع بعضها البعض حول كيفية إدارة هذه الثروة الطبيعية وهي المياه، يعني إزاي يتم توزيعها بشكل عادل من خلال أنه يعني من 10 سنوات ليس كاليوم، وبالتالي كيفية إدارة هذا الملف مهم. ومن ثم ساعة مصر طيلت الفترة الماضية إلى استقبال عدد كبير وزيارة عدد كبير من دول المصب ودول الممر، الدول اللي هم حوض النيل، وبالتالي التفاهم يعني لدرجة أن هناك تفكير أن تعقد لما لا تعقد قمة لدول حوض النيل بين وقت وآخر، يعني إضافة إلى الاجتماعات والآليات التي تتم حاليا بين مصر والسودان وأثيوبيا كل 6 شهور مثلا. نعم. على هامش أي قمة أفريقية. أنا أتحدث تحديدا لأن هناك العديد من الدول التي بدأت تفكر أيضا وهي دول مشاطئة للنيل في بناء سدود. ومن ثم هتتأثر بعض حصص الدول. هذه المسألة تناقشها كما يعني ذكرت نحتاج حضرتك. إذن إلى اتفاقية آلية برعاية دولية وليست برعاية فقط الدول العشر المشاطئة للنيل. يعني إذا قلنا إن مثلا دولة مثل أوغندا ودول أخرى مثل تنزانيا ودول مشاطئة وتحديدا وأوغندا وكل يعني هذه الدول إذا بنت كل دولة سد أو فكرت في إقامة مشروع يراعي فقط مصالحها ستضر بالمصالح الآخر. يعني لماذا لا يتم توسيع الأمور لتصل إلى هذه النقطة تحديدا وتحديدا في هذا الوقت، لأنه وقت مناسب جدا دولة رأت أن من مصلحتها أن تقيم سدا سيؤثر بشكل كبير على حصة مصر من المعروف، يعني خلال على الأقل فترة معينة. بوجهة نظرك لماذا لم يتم تدويل الموضوع؟ أنا يعني لست مع التدويل، لست مع طرحها دوليا. كلما دولنا قضية وطرحناها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عندك قضية فلسطين بقى لها 60 سنة وما تحلتش، عندك قضايا ليبيا، قضايا اليمن، قضايا العراق، كل ده كل من ذهب إلى المجتمع الدولي لن يحسم لك أمر، وبالتالي أهل مكة أدرى بشعبها. هذه الدول الأفريقية، دول ممر ودول المصب، لابد أن تتفق مصالحهم معا المشتركة لتنفيذها لصالح الجميع، يتفقوا على يعني في يتعمل ما بين وقت والآخر لقاءات ما بينهم، ليست على مستوى قمة فقط وإنما على مستوى وزاري، على مستوى استخباراتي، على مستوى لجان تعاون، كل دولة عندها شيء مفيد تعطيه الدولة الأخرى، ومن ثم نحن نحتاج لآلية تعاون جديدة بين دول حوض النيل بشكل كامل، إضافة إلى التعاون الحاصل ما بين الثلاثي مصر والسودان وإثيوبيا. طيب إذا قلنا إن إثيوبيا حينما رأت أن من مصلحتها أن يكون لها مخرج على البحار العالمية، وطبعا ليس أمامها غير البحر الأحمر والمحيط الهندي عن طريق إريتريا، فإنها اتجهت إلى حلحلة الأمور وإلى فيما يبدو نوع كبير من الانفتاح عليها. هل تتوقعين من خلال هذه الزيارة انفتاحا كبيرا بين مصر والسودان خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي؟ بالتأكيد أنا بتوقع أنه خلال الأشهر المقبلة سنرى نتائج هذه الزيارات واللقاءات والاتفاقيات، وقد تم تنفيذ بعض منها. على سبيل المثال موضوع الربط الكهربائي كما تفضل الدكتور منذ قليل، هو فعلا يتم على قدم وساق، فيما يتعلق بتبادل التجاري، فيما يتعلق بإقامة مشاريع مشتركة،
فيما يتعلق بالتعاون الزراعي. طيب حينما نتحدث وكمان تغذية صندوق التنمية، أنا بعتقد ده من أهم ما تم الاتفاق عليه. صندوق التنمية لابد أن تتضح، يعني اللي تتحط على أجندته أو الأولويات. حتى أنا سميت القمة دي قمة الأولويات. ما هي الأولويات التي نبدأ بها من خلال صندوق التنمية اللي يتم تأسيسه؟ طب وجهة نظرك، هل مشروعات كبيرة مثلا في كل من السودان وإثيوبيا، هل يعني نحدد مثلا مشروع كبير في كل من الدولتين، أم ونبدأ به في البنية الأساسية، مشروع مشترك بين الدول الثلاث؟ مشروع مشترك بين الدول الثلاث من خلال يعني تمويل هذا الصندوق، بحيث نعطي الأولوية للبنية الأساسية اللي هيتم على أساسها إقامة مشاريع استراتيجية وحيوية تخدم الدول الثلاث، سواء في المجال الزراعي، سواء في مجال الصناعي، إنتاج، يعني كل ده وارد، كهرباء، أوكي ماشي شغالة، يعني بالتالي مشروعات مصالح بين يعني كل دولة تأتي بما بأولوياتها. يعني مصر عايز إيه من تنفيذه من المشاريع من خلال صندوق التنمية؟ إثيوبيا ماذا تريد؟ السودان، أنا بعتقد أنه صندوق التنمية لابد أن يكون هناك خبراء وممثلين من الجانب الاقتصادي يجلسون معا لتحديد المبالغ المطلوبة والأولوية للمشاريع التي تحتاجها المرحلة، ثم الانطلاق بعد ذلك إلى يعني جدولة إلى مشاريع أكبر. طيب، وقد انضم إلينا سيادة السفير إبراهيم الشويني، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. مرحبا بك، وهل تتوقع أن تكون هذه الزيارة بداية علامة فارقة في العلاقات بين الدولتين، وبالتالي بداية لحلحلة الأزمة الرئيسية فيما يتعلق بسد النهضة؟ في الواقع، في زيارة الرئيس البشير السابقة التي كانت منذ حوالي شهرين إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس السيسي، كانت هناك بوادر تؤشر بأن بداية تفاهم كبير بين القاهرة والخرطوم. أتصور أن سيتم البناء على هذه البداية، يكون هذا اللقاء في هذا التوقيت الهام جدا، وهو توقيت تتغير فيه الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا، باعتبار ما تم بين إثيوبيا وإريتريا وتأثير ذلك على الصومال وعلى جيبوتي وعلى المسألة الأمنية منطقة القرن الأفريقي. يعني تتوقع أن يعني يحدث نوع من الحلحلة في ما يتعلق بالقضية الرئيسية التي تهم مصر على الأقل، وهي قضية سد النهضة؟ القضية الأساسية هذه أتصور أنه لا يجب أبدا أن يكون هناك أي خلاف بين القاهرة والخرطوم بشأن هذا، لأن موضوع نهر النيل، مصر والسودان هما دولتا مصب، وبالتالي مصلحتهما واحدة، وبينهما اتفاق على ذلك، اتفاقية 1959، وتوجد لجنة عليا مشتركة لبحث كل الأمور المختصة بمياه النيل. فهذه المسألة لابد من التوصل إليها وحسمها وعدم تركها كما هي الآن، يعني غير واضحة وغير مستقرة. لابد أن هذه المسألة يتم التوصل فيها إلى وضع معين بين مصر والسودان، وهما موقف واحد ورأي واحد في هذا الموضوع. بوجهة نظرك، يعني هل نحتاج من السودان موقف واضح أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا السد؟ هل نحتاج تصريح من الرئيس البشير موجه إلى الإدارة في إثيوبيا أن مصلحة مصر والسودان هي واحدة، ولا يجب أن تضار مصر تحديدا من يعني فترة ملء السد أو مستوى تخزينه؟ هذا كلام صحيح حقيقة، يعني عدم وضوح الموقف السوداني مضية من قضية سد النهضة أمر ليس طبيعيا، ولا يتفق مع الاتفاقات الموجودة بين مصر والسودان، ولا يتفق مع روح التعاون والمودة والمحبة
وعلاقات الوشائج القرابة والنسب وبين مصر والسودان. هذه المسألة يجب أن تحسم لأنها مسألة حياة أو موت، ولا يكون فيها أبدا أي نوع من الغموض وعدم الاستقرار. نعم، السفير إبراهيم الشويني مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. فيما يبدو أننا وصلنا يعني للمعقل الرئيسي الذي نريده. بس أنا حبيت أعلق على سعاد السفير، هو طبعا فيما يتعلق بموقف السودان أحيانا هم بيزعلوا جدا على فكرة، حساسين من أنه إحنا نقول موقف السودان غير واضح في موضوع فيما يتعلق بسد النهضة، بل بالعكس كل المسؤولين السودانيين وعلى رأسهم الرئيس ووزير الخارجية والسفير يتحدثون دائما أن السودان مع مصالح مصر في كل ما تريد في هذه اللحظة على الأقل. نعم. في السابق زي ما قلت لك كان بيدخل الدول العربية وإقليمية كانوا بينغصوا الأجواء بين البلدين، ومعروف كانوا يعملوا زيارات للخرطوم من هنا الخرطوم تتقلب علينا من هنا، يعني طيب يعني طبعا. ولكن يعني الأجواء السياسية كانت مسممة بين وقت وآخر بسبب تدخلات خارجية لكن أنا شايفة أنه من مصلحة السودان أن يقول هذا الكلام أيضا، من مصلحة السودان يعني تحديدا إذا نظرنا إلى الأمور بنتائجها فما تحتاجه كما يقول سيادة السفير إبراهيم الشويني مصر من السودان الآن والآن فورا هو كلمة محددة موجهة إلى إثيوبيا أن فترة ملء السد يجب ألا يعني تقل عن 5 سنوات حتى لا تتضرر مصر منها. هذه الكلمة يعني هذه الكلمة يعني أنت تتحدثين أنهم يعني بيغضبوا من بعض التصريحات. نحن نقول نحن مش واضحين، هم شايفين هم واضحين. بالنسبة لنا الأمر هو حياة أو موت. نحن صحيح. نحتاج منهم كلمة واحدة من الرئيس البشير موجهة إلى إثيوبيا، وهي في مصلحتهم وليس لا يمكن يغضبوا منها. لماذا يغضبوا من الصراحة إذا تم بناء العلاقات على نوع من الصراحة والمصداقية؟ نعم. فخلاص نعم. أنت لا يوجد عندك خلاف، يعني نعم كان نعم. الخلاف دائم وموجود لأنه في مجاملة، احنا لا نجامل احد ولا بالطبع. هم يجاملوا الآن من هناك مصلحة مصر والسودان ان هم يكونوا ايد واحدة بالفعل وان يكونوا موقفهم واحد. يعني السودان ايضا مستهدفة وليست مصر فقط، يمكن السودان مستهدفة اكتر من مصر. بالطبع عندك اجندات عايزه تقسمها. ودعينا نقول اننا فتره من الفترات السابقه قد اهملنا الملف ليس فقط السوداني ولكن الملف الافريقي بمجمله. صحيح. عموما نتمنى ان تكون هذه الزياره بارقه خير وامل لعودة العلاقات مرة أخرى إلى مجراها الطبيعي، وكما يقول سيادة السفير إبراهيم الشويني نحتاج كلمة وكلمة فصل في هذا الموضوع أن مصلحة السودان متعلقة بمصالح مصر وأنها أي ضرر يحدث فيما يتعلق بحصة مصر هو ضرر للسودان. ونتمنى الخير والنجاح لهذه الزيارة من قبل الرئيس السيسي وأن تكون نقطة فارقة فيما يتعلق بهذه الأزمة، أزمة سد النهضة تحديدا. لا يسعنا. أنا شايفة أن الأسبوعين القادمين المقبلين هيشهدوا انعقاد للرباعي اللي هو على مستوى وزراء الخارجية والمخابرات والتساعي أيضا اللي هو والرأي يضاف إليهم بعد ذلك. نتمنى كلها انطلاقات جديدة هنشهدها في الفترة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله وتكون بوادر لحل هذه الأزمة. وقد تداركنا الوقت وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعنا غير شكر الأستاذة سوسن أبو حسين الكاتبة المتخصصة في الشؤون العربية ومدير تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتوا معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة النيل الأخبار. إلى اللقاء.